مشاكل صحية تحدث لدى الإنسان إذا شرب الماء وهو واقف. لا يشربن أحد منكم قائما، أنه يؤثر على المفاصل، وهذا يمكن أن يعني يزيد من توتر الجسم. أيضا قد تصل إلى المثانة مثل حصوات الكلى وتلف الكلى. ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الماء والإنسان في حالة الوقوف؟ ماذا وجد الأطباء حول هذه الحقيقة العلمية؟ وكيف يمكن أن نوفق بين حديث آخر يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب ذات مرة من ماء زمزم وهو واقف؟ اليوم دعونا نتأمل أقوال بعض الأطباء في هذا المجال، مع العلم أن الدراسات العلمية قليلة جدا حول هذا الموضوع، ولكن أنا لدي موقع Health Shots نشر مقالة مؤخرا عن مشاكل صحية تحدث لدى الإنسان إذا شرب الماء وهو واقف. وطبعا بعض المشاكل الإنسان قد تستمر معه وهو لا يدرك أن علاجها بسيط جدا، أن تشرب وأنت جالس. فهذا الموقع يقول: ماذا تعلم عن الآثار السلبية لشرب الماء واقفا، ولماذا يتأثر الجهاز الهضمي بهذه العادة السيئة؟ فشرب الماء واقفا، الإنسان في حالة الوقوف يكون جسمه منتصبا، العضلات في حالة مشدودة، يعني الجهاز العصبي في حالة يعني توتر نوعا ما، غير الإنسان الجالس المرتاح. يعني دائما أجهزة الجسد في حالة الجلوس، حتى كمية الأكسجين، حتى وضعية الجهاز الهضمي طبعا تختلف بين إنسان واقف أو إنسان جالس. فعندما تكون في حالة الوقوف كما يقول الطبيب على هذا الموقع، عندما تشرب هذا الماء فإنه ينزل مباشرة إلى المعدة، وهذا يمكن أن يعني يزيد من توتر الجسم، ويمكن أن يؤثر على المعدة سلبا، وطبعا يمكن أن يؤثر أيضا أو يحدث خللا في توازن السوائل في الجسم، لأنه يسقط مباشرة على المعدة. بينما الإنسان في حالة الجلوس والهدوء والإطمئنان، عندما يشرب فإن هذا السائل ينزل بهدوء باتجاه هذه المعدة. وبالتالي يقول هذا الموقع: من فوائد شرب الماء جالسا أنه يحافظ على توازن السوائل، توازن صحيح للسوائل في الجسم. أيضا هناك أثر غريب، أنه يؤثر على المفاصل شرب الماء واقفا، يعني لأن الأعضاء تكون مشدودة في حالة الوقوف. حتى هناك شيء يعني قبل أن أكمل تذكرته معكم أيها الأحبة، أن الإنسان في حالة الغضب وفي حالة التوتر النفسي، عندما يكون واقفا يزداد غضبه وكأنه يتهيأ للقتال. فعندما يجلس ويهدأ ويسكن تجد أن نوبة الغضب تقل، حتى أن الضغط على يعني الدورة الدموية والقلب يخف في حالة الجلوس. هذا معروف طبعا أيها الأحبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا أنه في حالة الغضب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أن نجلس، وإذا كنت جالسا أن تتكئ، يعني أن تغير من وضع إلى وضع مريح أكثر ويعطيك هدوء أكثر ويزيل هذا التوتر بشكل جيد. كما أن
هذا الموقع يؤكد أن أضرار شرب الماء واقفا أيضا قد تصل إلى المثانة، مثل حصوات الكلى وتلف الكلى. طبعا أيها الأحبة، أنا لم أعثر على دراسة علمية عن هذا الموضوع، ولكن نحن لدينا حديث نبوي، ولدينا بعض الأطباء يقررون ذلك وينصحون أنك إذا أردت أن تشرب الماء بطريقة صحيحة فعليك أن تجلس وتشرب الماء. طبعا أيها الأحبة، شرب الماء واقفا ليس خطيرا إلى هذه الدرجة إلا إذا أخذته كعادة، يعني أن تشرب دائما وأنت واقف، فيمكن أن يسبب هذه المشاكل. ولكن في حالة الضرورة، إذا كان معظم ما يشربه الماء من إنسان يكون وهو جالس، وفي حالات خاصة عندما يضطر يشرب وهو واقف، فهذا الأمر لا شيء فيه. طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام له حديث في صحيح مسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، حتى نبهنا على خطورة هذا الأمر فقال: فمن نسي فليستقئ. يعني لدرجة يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لك: احذر أن تشرب الماء دائما وأنت واقف، حذرنا وكرهنا بهذا الأمر. بنفس الوقت هناك حديث في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو واقف، ولكن هذه ليست عادة النبي. انتبه أخي الحبيب، لأن الصحابة الكرام كانوا يرصدون حركات النبي باللحظة وبالثانية، فكان معظم طعامه وشرابه وهو جالس، وكان يأكل بيمينه أيضا ويشرب بيمينه، ولكن في حالات خاصة كان يشرب ليقول لنا، يعني عندما يضطر. أحيانا الإنسان يضطر للشرب يعني وهو واقف، أو يأكل شيء بسيط وهو واقف، ولكن هذا ليس النظام العام وليست العادة الدائمة أن تشرب وتأكل وأنت واقف. هنا أنا لدي حديث أيضا في صحيح مسلم مهم جدا، معظمنا يغفل عنه، ومعظمنا يعني يتناول كأس الماء بيمينه بشماله لا مشكلة. النبي هنا يحذر يقول: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها. يعني إياك أن تأكل بشمالك أو تشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله. يعني هنا عندما تتناول كأس لتشربه أو لقمة تضعها في فمك، تذكر أخي الحبيب أن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشمالك ربما تفقد بركة هذا الماء الذي تشربه أو بركة هذا الطعام الذي تأكله. فلنعود أنفسنا على أن تأكل بيمينك، لأنك يوم القيامة إن كنت من أصحاب اليمين وكنت من أصحاب الجنة ستلقى كتابك، ستستلمه بيمينك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الذي يؤتى كتابه بشماله والعياذ بالله ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخره. المهم يعني خلاصة هذه الدراسة أخي الحبيب، حتى لو اعترض البعض وقال لا توجد دراسة علمية تؤكد هذه المعلومة، نقول اسأل أي طبيب، اسأله هكذا، قل له أيهما أفضل بالنسبة للجهاز العصبي، بالنسبة للجهاز الهضمي، أن تأكل وتشرب واقفا أم تشرب وتأكل وأنت جالس مطمئن. طبعا سيقول لك وأنت جالس، لأن عملية الطعام وعملية الشراب هناك أجهزة الجسد يعني تشارك في هضم هذا الطعام، أو تشارك في أخذ هذا الماء
يعني التعامل معه. لذلك هنا نحن نلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أولا لا يوجد أضرار منها، يعني أنا ليس لدي دراسة تقول إن الشرب الماء جالسا له أضرار، هذا لا يمكن أن يكون أصلا يعني، ولا يمكن أن تكون هذه حقيقة. لا، فالأفضل أن تقتدي بهذا النبي الكريم وأن تأكل وتشرب وأنت جالس وتستخدم يدك اليمنى. الشيء الثاني أخي الحبيب، هناك قضية يجب أن ننتبه لها، ربما كثير يغفلها. أنت عندما تجد أمامك كأس ماء وتهم أن تتناوله بشمالك لأنه قريب من الشمال لتشرب به، وتتذكر حديث النبي أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فتلتقط هذه الكأس بيمينك ثم تشربها اقتداء بسنة النبي، أنت تأخذ أجرا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول فيها أجر عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومعصية الرسول قد تردك إلى نار جهنم، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. فلذلك أحبتي فلا ينبغي أن نحذر وأن نلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نأكل ونشرب ونحن جالسين مطمئنين ونستخدم اليد اليمنى. في حالات الضرورة يمكن أن تأكل أو بعض يعني شيء بسيط أو تشرب شيء بسيط وأنت واقف، ولكن لا تستخدم يدك اليسرى، استخدم اليمنى، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.